الله باحلى متابعين بالدنيا، قل لي حبيبي ايش رايك بالخبز لو بالصمون؟ بالخبز صار تدلل لحم اكيد، واللحم مالنا عراقي 100%. احلى شغله بمأكولات كنار الشغلات هاي اللي انت تريدهم كلهن انت تخليهم بيدك، يعني مو هو يخلي لك، يعني انت ايش قد رايد خلي براحتك. اللفه الكبد مالتهم بيش ب 1000 وربع فقط، لحم عراقي 100% اللفه بالفيم فقط. اكيد احنا عندنا معروفه اللفات الشمشماليه الدجاج، بس هنا شنو مختلفه؟ الدجاج مالتهم كلي تحي واللفه مالتهم بيش 1000 دينار فقط. هسه راح نخلي على الهمبرجر طماطم، ولفه الهمبرجر يمهم بيش ب 1500 فقط، ضيف عليها شويه بصل حتى تصير لفه الهمبرجر. احلى شغله تعجبني بيهم السوب انت تاخذه بيدك، والسوب مالتهم شلون خلينا عليه عظام مال غنم. اويلي دا تشوفوا لي ذني كليتن ذني اللفات، اربع لفات كليتن ما يكلفن اقل 6000 دينار. تعالوا خلينا نبلش باللفه الشمشماليه، بس نقول بسم الله. الشمشمالي الطعم مالته خرافي، تشوف لي لفه اللحم شلونها تخبل. انا احبها على الخبز احلى من الصمون، تريد؟ والله ما انطيك، والله ما انطيك. فاصل نرجع لكم، مو انتو اللفات. تفتح الشهيه تشوفوا لي هاي اللفه، تشوفني باوع اللفه ما جاي اكلها، تدري ليش؟ عين هناك الشاي مالتهم مجاني، والله مجاني. واحلى شيء بيهم من الساعه 6 يفتحون الصبح لحد 12 بالليل شاي مجاني، خلاها اكلها واروح عليهم. بس لو تدرون اليوم ايش قد راح اشرب شاي، اويلي مجاني. خلي عليه شويه مي، مو مي بارد حتى تقولون كسره، لا مي حار. خلي عليه هذا الشاي الزين، وكان ابد ما فارقه شاي وبلاش. بسم الله يا ابا شلون شاي خبل، والله العظيم فرمة الدماغ يمه، والله العظيم هذا فرمة دماغي. اجيب الكيلو ب 22000، تسوون مرمر لو تسوونه ثقيل ليش؟ انا متاكد هاي مو بس معاناتي، معانات كل شاب، وراح تشوفون التعليقات. مأكولات كنار عنوانها ابد ما يتيه، وانصحكم تجربونها. العنوان سايدين الشورجه مجاور مرطبات الريان.